سامحوني الدكتور انترفيو تيك 1. حياك الله يا ابو محمد، والله يعطيك العافيه على تحت الفرصه ان احنا نتشرف بهذا العمل العظيم جدا والمراحل المثريه. ف يعني نشكرك بعنف الله. فحاب في البدايه انك تحدثنا عن المولد والطفوله الى ما قبل رجوعك للدير. حياكم الله اخي عبد الله، وانا سعيد حقيقه اللقاء معكم في هذا المساء، وسعيد ايضا بهذه الجهود المثمره لقناتكم المباركه. اذا تحدثت عن النشاه فانا اتحدث عن العام 1394 هجريه، 1974 ميلاديه، كانت في حاله عمار، منفتح الأردني على حدود المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. بحكم عمل الوالد في هذه المنطقة ولدت في ذلك المكان. كان ترتيبي الثاني في الأسرة بعد أختي الكبرى التي رزق بها الوالد قبل أن يسافر إلى المنطقة الشمالية. هزيت راسك وانا ممتاز. تحدث عن النشأة الى اربع سنوات، يعني تواصل الى خمس سنوات النشأة كاملة، كيف كانت ظروف الحياة؟ طيب جرب نعيد من جديد. كمل كمل دكتور، نقدر نوسع. هذه المنطقة التي ولدت فيها كانت منطقة بدائية جدا. تحدث عني. ما مرة أراحك. طيب كمل. هذه المنطقة التي ولدت فيها كانت منطقة بدائية جدا. المنازل الموجودة فيها كانت عبارة عن منازل من الصفيح الزنك. كنا نسكن مع الأفراد الذين يعملون أيضا في حرس الحدود في تلك المنطقة بالقرب من المنفذ. سكننا في تلك المنطقة وكالأطفال الآخرين لم أكن أدرك، لم أكن واعيا حتى وصلت ربما إلى الثالثة من عمري، فما تزال لدي بعض الذكريات التي تباغتني بين حين وآخر من تلك الفترة. أولى الذكريات التي أتذكرها في مرحلة الوعي والإدراك، وهي مفارقة عجيبة، أن أرى الذئب. يعني أكثر ما يخطر في بالي أنني رأيت ذئبا لدى أحد الجيران، كان يربيه في منزله في بيت الشعر، وكان مربوطا في العمود بيت الشعر. أتذكر منظر الذئب، أتذكر الحفرة التي كان يدور فيها وأنا ربما أكون في عمر الثالثة. كنت أذهب أنا وأختي هلا نلقي نظرة على هذا الذئب المرعب ثم نام. ربما من الذكريات أيضا أنني أتذكر أنني كنت يصطحبني الوالد معه إلى العمل في سيارته، ربما تكون مازدا قديمة في السبعينيات. أتذكر حتى أن أشرطة الكادرج أو الكاتريج تقريبا بهذا المسمى، الأشرطة الكبيرة التي سبقت الكاسيت، كنت أراها مع والدي. أتذكر أغنية محمد عبده أيضا في تلك السيارة. أتذكر رحلة اصطحبنا فيها الوالد إلى منطقة حقل، المنطقة البحرية، ما شاهدته في تلك المنطقة. أيضا من الذكريات الجميلة التي أتذكرها مع أختي، لأنها كانت هي الطفلة الكبرى وأنا معها باستمرار، أن الوالد دعا مجموعة من زملائه ومنهم إمام المسجد. أتذكر هيئة ذلك الرجل بالبشت البني والوترة البيضاء، وهو يجلس في المجلس ونحن ننظر إليه من الباب. فأسأل أختي: من هذا؟ قالت: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يعني من تلك المرحلة، لكنني لا أتذكر شيئا كثيرا بعد أن قضينا ربما أربع سنوات. عدنا إلى القرية بحكم أن الوالد نقلنا إلى القرية استعدادا لانتقال عمله
من المنطقة الشمالية للمنطقة الغربية، وهذا ما حدث لاحقا، أنه انتقل إلى القطاع الغربي لحرس الحدود في منطقة جدة، وعمل في الليث في محافظة الليث. ممتاز. النقلة النوعية بين البيئة هنا والبيئة هنا، الدير كيف كانت؟ كيف كانت المعيشة؟ كيف كانت وسائل التنقل؟ الأطفال، الألعاب، طبعا الانتقال بالنسبة للطفل لا يكون مدركا كالكبار الناضجين المتأملين. أنا كطفل صغير انتقلت من بيئة إلى بيئة لا أشعر بالفارق المكاني، ولا أشعر كذلك بالفارق الزماني، وإنما أتيت مع الوالد. تذكر في طريقنا إلى العودة أننا مررنا بمدينة جدة وأقمنا عند أحد الأقارب هناك في حي يدعى حي بني مالك. في حي بني مالك خرجت مع ابن هذا القريب في العصرية إلى البقالة، ثم عاد ولكنه انشغل مع بعض الصبية الذين يعرفهم، وأنا لا أدري كيف تاهت بي الخطى وتهت في ذلك الحي. بحثت كثيرا عن المنزل، بحثت لم أتبين المعالم التي رأيتها، كلما رأيت باب قلت هذا الباب ربما هو الذي رأيته سابقا. استمريت في البحث لكن للأسف لم أجد شيئا. بقيت كثيرا، تعبت كثيرا، مشيت كثيرا ربما لمدة 6 ساعات، وهم يبحثون أيضا عني في المنزل، لا أحد يعرف. حتى وجدني أحد الرجال وأخذني إلى العمدة، والعمدة أبقاني عنده، فجاء قريبنا هذا إلى العمدة ووجدني لديه واصطحبني في المنزل. هذه من ذكريات الانتقال أيضا. في القرية لا أعلم يعني هل أنا فعلا في البيئة السابقة التي كنا فيها في الشمال، أم في بيئة جديدة؟ لا أدرك ذلك، لأنني في عمر 4 تقريبا. أتذكر أننا أتينا إلى منطقة كثيفة الشجر، منطقة لا عمرنا فيها، وذلك لا يفرق عندي كثيرا لأننا أيضا كنا في بيئة لا عمرنا فيها في المنطقة التي كنا نسكن فيها. الأرض المخصصة لوالدي بجوار عمي ما كان فيها بناء. الوالد أحضر خيمة زيتية، نصب الخيمة في هذا المكان. الوالدة مع قريباتها أيضا والنساء في القرية أعدوا عشة إلى جوار الخيمة، وهي عبارة عن أخشاب مركوزة ثم فيها قواطع من الأخشاب وعليها غطاء من الأعلى، وكنا في النهار تحت العشة المفتوحة للهواء، وفي الليل نسكن في الخيمة ونضع أدواتنا وأشياءنا فيها. كانت القرية عبارة عن منطقة نائية، منطقة كذلك فقيرة جدا، لا شيء فيها من وسائل حديثة على الإطلاق، حتى أن الماء، أتذكر أن الوالد كان ينقل الماء من منطقة بعيدة عن منزلنا ربما تبعد الآن مسافة 20 كيلومتر لعدم وجود آبار، والوالد يريد أن يحضر ماء عذبا، لأن الماء الموجود في القرية معظمه يعتمد على مياه الغدران، ومياه الغدران آسنة ويخشى من الملاريا والأمراض، فكان يحضر الماء. تخيل أنه كان يحضره في اللاستيك الكفر، كانوا يعدونه كالقرب، بلاستيك الكفر يقص من وسطه ثم يعقد في أحد الطرفين ويملأ بالماء من البئر من خلال الدلو، حتى لم تكن هناك مواطير للماء أو مكائن لسحب المياه، فكانوا يملأونه بالدلو ثم يأتون بهذه المساتد معبأة توضع في السيارة، وفي المنزل يبدأون بتفريغها في أهنية أخرى للتبريد. لكن هذه اللساتك تخضع لنظافة قبل أن تستخدم، يعني تخضع لنظافة وتغسل غسيلا كثيرا وتفرك كثيرا حتى الطعم ما يتغير منها، فهي تخضع لعمليات بدائية كانت يقوم بها في تلك المرحلة. القرية كانت كما أسلفت بدائية جدا، المعيشة فيها ضنكة،
الأطفال لا يجدون الكثير من وسائل الترفيه التي يذهبون فيها. معظم الأماكن التي نذهب إليها هي شجرة السدر العملاق، نجد فيها ثمرة النبق، نجد فيها بعض الأشياء التي نجنيها. المواشي هي الموجودة، هي المتوفرة، والأقاصيص المرعبة من الأفاعي، من العقارب، من الجن، من أشياء مختلفة. جميل، هذه ما قبل المدرسة طبعا. طيب عندك شيء تقول قبل ما ندخل المدرسة؟ شيء بتضيفه؟ أتذكر أن الوالد كان يغيب عنا كثيرا لأنه يعود إلى العمل، فيكون عمي بحكم وجوده في القرية وهو بجوار منزلنا، كنا يعني تحت إشراف عمي إشرافا مباشرا، هو الذي يتولى شؤوننا. الأطفال لا يوجد إلا 3 أطفال، أنا وأختي وهلال ابن عمي، نحن في الأسرة فقط 3 أطفال، لا يوجد أطفال آخرون. فكانت الحياة يعني شبه فارغة، لا يوجد فيها ازدحام أو اكتظاظ أو كذا. كما أسلفت، وسائل الترفيه قليلة أو معدومة. إذا أردنا أن نلعب نحن لابد أن نصنع ألعابنا نحن بأنفسنا، كان نصنع من الأحجار جمال ننحتها، من الأحجار الخفيفة نصنع منها على أشكال الجمال، أو نصنع منها على أشكال السيارات، أو من علب العصير أحيانا الطويلة نصنع منها مثل المعدات الجرافات، أو نصنع كذلك من جالونات الزيت نصنع منها سيارات، ونصنع لها إطارات وكفرات من أحذية النايلون الخفيفة بواسطة العلب، نسخن العلب ثم نضعها على الحذاء حتى تخرج منها دائرة الكفرة، ثم نستخرجها ونصنع لها إطارات ونقشة الكفر، ونضع لها أعمدة في هذا، ثم نجرها بالحبال. وبدل ربما الأطفال يأخذون ألعابهم أمامهم، نحن لا، نأخذ ألعابنا خلفنا، فنجري وهي تجري وراءنا. جميل. مرحلة الدراسة، ما كان في دراسة كثير في الوقت ذاك، كيف دخولك المدرسة والابتدائي؟ والمدرسة الموجودة كم كان لها سنة؟ هل هي أنشئت قبلك بقريب؟ وكيف كان وضع المدرسة، المعلمين؟ خذ وقتك فيها. طبعا دخلت المدرسة في عمر 6، وكانت المدرسة تبعد عن المنزل تقريبا 15 كيلا. المدرسة بدائية جدا، عبارة عن سور، وداخل هذا السور 3 غرف، 2 مبنية من البلوك الشعبي، و2 مبنية من غرفة مبنية من الزنك ومستودع. أعيد، أنت قلت 3 وهي 4. كويس، حريص أنت. أعيد كل الكلام؟ لا، بس المدرسة. لا، أعيد كل كلامي في المدرسة. أيوه، أبدأ من ال من وين؟ من المدرسة كانت مكونة. اشرح. تمام. كانت المدرسة مكونة من سور، وداخل هذا السور مجموعة من الغرف، منها 2 مبنية بالبلوك الشعبي، وغرفة للصف الثاني ابتدائي مبنية من الزنك، وكذلك غرفة للصف الأول ابتدائي والمستودع. الغرف المبنية من البلوك الشعبي 1 للإدارة والمعلمين، و1 للصف 6 و5 يدرسون في ذات الغرفة. دخلت المدرسة عام 1400 هجري، اليوم 1980، وأنا ابن 6 سنوات.
لم يدخل معي ابن عمي هلال في تلك المرحلة لأنه لم يكمل السن القانونية بعد، فكنت أنا الأول في الدراسة. كنا نذهب مع نقلية تأخذنا من المنزل إلى المدرسة، وهي نقلية متعاقدة مع إدارة التعليم. هذه النقلية تأخذنا من المنازل يعني ربما قبل صلاة الفجر، لأن الطريق إلى المدرسة طريق وعر جدا، مليء بالحجارة والانتفاخات والأشجار وأودية متعرجة، ثم ندخل في منطقة معبدة تعبيدا بدائيا، تجد فيه مطبات متوالية، فلا يستطيع سائق النقلية أن يسرع فيه، فنصل على وقت الطابور. في المدرسة كان هناك الأساتذة ومعظمهم من جنسيات عربية، من الجنسية المصرية، من الجنسية الفلسطينية، من الجنسية السورية، نجد أساتذة كذلك من الجنسية السودانية أتذكر، ربما لم أرى أستاذا سعوديا إلا أستاذا واحدا أتى، وكانت المدرسة يعني لا يوجد فيها وسائل ترفيه أو ملاعب أو أشياء يستطيع الطالب أن يجد جذبه إليها. كانت المدرسة تصرف لنا المأكولات معلبة، وهي تأتي من إدارة التعليم في علب، وتسمى في تلك المرحلة التغذية، تأتي في علب خاصة وهي عبارة عن وجبة لكل طالب، جبنة وكيك صغير كذلك، وشيء من الشوكولات السائلة في علب توزع أثناء الفسحة، وبعدها نستمر في الدراسة. استمرينا السنة الأولى، نجحت في السنة الأولى وترقيت إلى الصف الثاني، وعندها سجل ابن عمي هلال في المدرسة وكنا معا. مراحل المدرسة بعد ذلك توالت المدرسة الابتدائية، لكن كنا نجد بعض الصعوبات، أحيانا صعوبات تعطل السيارة النقلية سواء لحدوث بنشر، أو أحيانا ربما يكون العطل بسبب آخر ميكانيكي آخر، وهكذا كانت، كنا نمشي مسافات طويلة إلى حد ذلك، وعلى أمل أن تلحق بنا سيارة لأحد الساكنين في القرية، لكن هذا نادر جدا لأننا نسمع السيارة بمسافات بعيدة لفرط الهدوء في المنطقة، لا توجد سيارة، فكنا نجد صعوبة ونجد معاناة في الذهاب والإياب. أيضا كانت هناك شدة من المعلمين، أحيانا هناك استخدام أحيانا مفرط في الضرب في القسوة، لكن كان الآباء يحرضون المعلمين زيادة، لا ينهونهم عن استخدام العصا أو الضرب، فالمقولة المشهورة عندهم أعطيتكم لحم وردوا عظم، أو في مثل هذه المقولة التي يقولونها، المهم لا تكسرونه، اللحم لا مشكلة، اقطعوا في اللحم كما تشاءون بالضرب، لكن أهم شيء لا يأتيني مكسور. فكانت المرحلة الابتدائية مرحلة قاسية. السنة الثانية افتتحت، أو الثالثة افتتحت مدرسة في الوادي الذي نسكن فيه، وهذه المدرسة كانت عبارة عن مدرسة من الخيام فقط، افتتحت لتقرب المسافة، لكن افتتح فيها الصف الأول وأنا في الصف الثاني في تلك المرحلة، ولا عفوا في خطأ، أعيد عايتي خذ راحتك. أيوه، في تلك المرحلة أو في السنة الثانية التي دخل فيها هلال المدرسة، افتتحت مدرسة جديدة في الوادي الذي نسكن فيه أقرب من مدرستي في أم حطب. هذه المدرسة انتقل إليها هلال لأنه في الصف الأول، أما أنا طالب الصف الثاني فلا يوجد لي مكان في هذه المدرسة، فانفصلت عن ابن عمي في هذه المرحلة، صديق الطفولة، فكان يداوم في المدرسة القريبة وأنا أداوم في المدرسة البعيدة، واستمر هذا الانفصال بيني وبين هلال إلى الصف الثالث المتوسط.
وسأتي على قصة الصف الثالث المتوسط الذي عدت ودرست أنا وهلال فيه معه. فهذا الانفصال أو هذه المرحلة كانت مرحلة أيضا فيها كثير من المعاناة، أنني استمريت لوحدي في المدرسة البعيدة. أحيانا من المواقف التي تعرضت لها أتذكر أن أحد سائقي النقليات شعر بغيرة أنني طالب متفوق أكثر من أبنائي، فعندما جاء في أحد الأيام في وقت الاختبارات وأنا في الصف الثالث ابتدائي، طفل لا ينسى، وأنا قريب من الطريق خلاص سمعت السيارة قادمة فاقتربت من الطريق، تفاجأت بأن الرجل أغلق الزجاج وأسرع بالسيارة، لم يتوقف أمام منزلنا، أصيح 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 لم يتوقف على الإطلاق واستمر بسرعته. حاولت، أنا عندي اختبار، عدت إلى أمي، أخبرت أمي وأنا أبكي، حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، وكانت تصيح وهي غاضبة وتقول يعني كيف له أن يفعل هذا، أنت ربما تأخرت، أنت كذا، قلت لا لم أتأخر، أنا موجود عند الطريق تماما. لكنه في اليوم الثاني حضرت إلى المدرسة، أتيت إلى أستاذي الأستاذ مصطفى الشرقاوي من مصر، تذكره إلى الأستاذ القرآن، أخبرته بالقصة، تبسم، قال أنت ناجح، ولله الحمد اجتزت هذه العقبة أو هذه الحفرة التي صنعها هذا الرجل، وما زلت إلى الآن لا أستوعب لماذا فعل بطفل صغير في هذه السن. استمرت المرحلة الابتدائية، انتهينا من المرحلة الابتدائية بسلام، نجحت في جميع المراحل، انتقلت إلى المرحلة المتوسطة. المرحلة المتوسطة الانتقال إليها انتقال مفصلي، لأنه يتعلق بعدم وجود مدرسة متوسطة قريبة على الإطلاق. لا توجد مدرسة متوسطة إلا بمسافة 35 كيلومتر تقريبا في مدينة عظم، وهذه المدينة بيننا وبينها أو بينها وادي مبحر، وادي كبير إذا جرى لا يستطيعون أن يقطعوا سيله إلا بعد أيام طويلة. فلذلك اضطر الأهالي إلى أن ننتقل إلى مدينة عظم، وكانت يعني كان قرارا يعني متهورا ربما من الأهالي أن يرسلوا مجموعة من الأطفال في عمر 13 سنة ليدرسوا في محافظة أو مدينة ويسكنوا فيها لمدة 5 أيام. فكان يعني قرار أنا بمنظور آباء اليوم غير ممكن أن ترسل طفلا في هذه السن ليسكن في مدينة أخرى وأنت في مكان آخر ويأتي بعد 5 أيام. هذا الأمر لا أقرأه الآن بعقليتي، بعقلية ابن هذا العصر، أقرأه بحرص أولئك الآباء على تعليم أبنائهم. كانوا حريصين جدا في عدم وجود المدارس أن يرسلوا أبنائهم إلى أماكن. الأمر الآخر الذي أقرأه من خلاله أنهم كانوا يرون أن أبنائهم رجال، وهذا هو ما يتداول في القرى، أن الأبناء يكلفون بمسؤوليات من عمر مبكر تحت أعين الآباء، ويظلون يقرؤون ما يفعله هؤلاء الأبناء ويراقبون نضجه مع تزويدهم بمعارف وبانطباعات وأحكام عن الحياة حتى يتأكدوا من هذا النضج، فلم يقدموا على مثل هذا الفعل إلا لتأكدهم بأن هؤلاء الأبناء سيدرسون حقيقة ولن يقصروا ولن تبتلعهم المدينة أو أن يتعرضوا لأخطار. نحن 5 أطفال وأسميهم أطفال الآن، لكن ربما في تلك المرحلة أسميهم رجالا. تكاتفنا جميعا، سكننا في ما يسمى بالمفهوم
المحلي العزبة، هو المكان الذي يسكن فيه الإنسان ولا يعود إلى منزله. فسكننا في هذه العزبة 5 أطفال، أشرف والدي على وجودنا فيه، نظم لنا جدولا. اليوم السبت كانت الدراسة تبدأ بالسبت، الطبخ على فلان وفلان، الغسيل على فلان وفلان، غسيل الأواني وما يتعلق بها، التكنيس أو النظافة على فلان وفلان أو فلان، واحد منا يتولى هذا الأمر. الوجبات صنع لنا جدولا آخر لأنه كان يقرأ ويكتب، صمم لنا جدول، اليوم الغداء كذا، العشاء كذا، الفطور كذا، وهكذا. فكنا نتناوب على هذا الجدول باستمرار. كانوا يعطونا مصروف أسبوعي عبارة عن 50 ريال لكل شاب، نجمعها أسبوعيا ونشتري بها ما يكفي لهذا الأسبوع، نطبخ، نغسل، نكنس وندرس. لا أخفي كان الأمر مرعبا أحيانا، لأننا في منطقة نسمع فيها بمشاكل، منطقة بدأ العمال يتوافدون إليها من أماكن مختلفة، نخشى من كذا، نخشى من كذا. فإذا خيم الليل فعلا نشعر بالرعب، وحتى أن أحدنا لا يمكن أن ينام أو أن يخرج إلى السوق إلا وهو يحمل سكينا في جيبه، حتى لو كانت سكين البصر، أنهم أن تكون معه أداة حادة. ولا نخرج، لا يخرج الواحد منا منفردا، نخرج عصبة واحدة، نذهب معا ونعود معا. فكانت تلك المرحلة مرحلة أيضا صعبة، درسنا فيها الصف الأول المتوسط، الصف الثاني المتوسط. في الصف الثالث المتوسط فصلني أبي في منزلا مستقلا لوحدي، لأن الإخوة الذين كانوا معي غادروا إلى أماكن أخرى، من انتقل إلى مدرسة أخرى في منطقة مثل منطقة تسمى الجائزة، أو من ترك المدرسة وذهب إلى العسكرية أو كذا، ربما لأنهم كانوا أكبر مني، بعضهم كان أكبر مني ووصل إلى سن الوظيفة. فدرست لوحدي في الصف الثالث المتوسط، وهنا كانت الكارثة للمراهق. فالوالد حتى يكيف لي المكان ويرفهني أحضر لي تلفزيونا ملونا، على عكس التلفزيون اللي في القرية. التلفزيون في القرية أبيض وأسود، هذا لا، تلفزيون سانيو ملون. فكنت تابع التلفزيون بين فترة وأخرى وأحضر إلى المدرسة. أستاذ الدكتور، حنوقف عند قصة التلفزيون، ناخذ كارت. كارت. كاميرا رولينج. عبد الله تعال من هنا. بي رولز. بي رولز. لقاء دكتور أحمد، تيك 6. مارك. أستاذ محمد برضو خليك على اليمين. 3 2 1 اكشن. أنا عايز أقول لك حاجة بس يا دكتور، معلش. بإمكانك توزع عينيك على العدسة دي والعدسة دي. يعني أنت ممكن تقول بيتين، تقول بيت هنا وتيجي تروح للكاميرا دي، بس عينيك على العدسة مش عليا أنا، مش على أي حد. عينيك على العدسة دي وعلى العدسة دي. يلا اتفضل. 3 2 1 اكشن. بعد وفاة الوالدة رحمه الله، كان لسان حالي يقول: ها موطن العذب، غال الموت صورتها، حتى استباح إطار الروح صارمها، فكيف يحيا شريد جف موطنه، وكيف تنبت أرض مات حاكمها. لكنه الله صب الموت في رئتي، عقيدتي أن ربي سوف يرحمها.
كات. شكرا استاذ. خلصت. اجلس. رول. رول. سوري. بس كلام. ماشي. بيرون للقائد دكتور احمد. 3 2 wait for set set and action. تقدر تجيب الكتاب بس من غير ما تبص لي، خلي بصيتك هنا العدسة دي. خلاص تفضل. والدي كفيف كف بصره بعد إصابته بمرض السكر أجاركم الله، وفي أحد الأيام رأيته يضحك فأبهجتني تلك الضحكة، فقلت يذوب همي على استرسال ضحكتي كأنني ما عرفت الهم في عمري. أبي ويضحك من قلبي فيبهجني، لا عمر للهم إن أشرقت في كدري، لأن فقدت ضياء العين في كبر فأنت منا امتلاء السمع والبصر. الله يعلم كم عينيك أسبلتا ضياءها في ربى الآيات والسور. شكرا استاذ. كم مرة كنا نفتش؟ خدها من تحت الفوق وابعك مش مهم. يعني لو عايز تاخدها من تحت الفوق اسلق كل واحد خدها وانا قلبها في المونتاج عشان فوكس. كنت ماشي على الهادي عشان ما يضيعش، كان اوتو فنشوف البيكين رايف. مركز معايا شايف البيكين ولا أسرع تحب ولا؟ أنا مش فارق معي، المهم بس الفوكس يمشي معه خلاص. أنا أسرع وأبطأ براحتي خلاص. نزيد احتياط. كمان يلا. لا لا خلاص، اللي هي اللي كنا بنتكلم فيها يعني؟ لا لا خلاص، بس عبال ما أظبط الست هنا، أظبط هنا هاخد بس قصيدة كمان للدكتور هنا. احنا عملنا رول يا استاذ. عملنا رول. طيب بي رول. دكتور لقاء دكتور احمد. تيك 5 ولا 6 ايوه تيك 5 وزود ساوند. بسم الله. 3 2 انت خد راحتك في البصة يمين يسار، المهم حاجة بتبص لناش ناحية الكاميرا نهائيا ولا ناحيتنا احنا. بصتك الأساسية عند الوالدة وعند الكتاب. تفضل. بسم الله.
كات خليك زي ما انت يا دكتور كات سبيس رولينج بي رول لقاء الدكتور احمد تيك 2 3 wait for set 2 and action. من قصيدة للوطن بعنوان سجدة الريح أقول منها يا نهدة التوتي في أرجائنا وطنا وحفلة الوطن المسكوب في رئتي ترابه شاعر في أصل سمرتنا كأنه السر في أعماق أحجيتي وجوهنا في ثرى تاريخه مهج من العلامات في هم وفي سعتي ووشمه عزة يزهو تلألؤها على وجوه بني الصحراء كالسمة يا موطني أنت نور الله في كبدي وسجدة الريح في إيوان أشرعتي. كات. شكرا أستاذ. بي رول لقاء دكتور أحمد تيك 1 مارك ست معلش ابراهيم المصور هيصور من هنا وهيجي عندك طيب انا عندي اقتراح معلش اسمع اقتراح من هنا مسافه بعيده لا ما هو نفس المسافه على نفس مده نفس مده البوم ده اوكي نجرب انت تحطوه في السيف سايد اوكي تمام بالنسبة لك يا أستاذ؟ البوم برا الكاب؟ أنا أوكي أنا هاخذها كلوز عشان كذا شوي أوكي أنت بقيت نفس الكادر نفس الكادر طيب أوكي روح لي هناك ثبت كادرك والعب على حركة خفيفة خالص ما تنزلش على كده يا إبراهيم أوكي احنا ستير رولينج خلاص يلا بس بسم الله ماشي هقول لك تفضل اكشن افتح الكتاب اسحب الكتاب واقرا لنا منه 3 2 and action هذه قصيده بعنوان انسان طموح اقول فيها ماض إلى الجوزاء ناداني وقال أنا هنا مهما تقول شانئي سأظل في عيني أنا سأكون فوق ظنوني بدرا تألق بالسنا لا أسكن الحلم الصغير ولا تكبلني المنى المجد للساعي المريد ولا نصيب لمن ونا المجد للساعي المريد ولا نصيب لمن ونا ليس المنى بالمال ينشم إرادتك الغنى وشكرا شكرا أستاذ كات ولا تمام ممتاز كات سو سبيك And I'm speeding and Dr. Take 2 Mark دكتور أنا بس عايز أستفسر هذا التلفزيون نفس التلفزيون ده هذا اللي كان أنت وهلال أيوه توصلون له البطارية و... لا هذا اللي في هذا في القرية اللي كنت توصلون له البطارية أوكي أنا بس يعني متذكر القصة لما حكى أكد إنه كان تلفزيون أبيض وأسود فأنا خفت إن يكون في تعارض الآن أوكي لا يبقى إحنا ماشيين مظبوط بس إني التلفزيون حق القرية قصة حلوة قاعد أكتبه إيه أنا متابع كويس يلا نبدأ من عند قصة إن والدك حب يرفعك شوية فجاب لك المرة دي تلفزيون مروق تفضل
طبعا التلفزيون الملون من نوع سانيو، هذا التلفزيون كان فارقا عن التلفزيون الذي كان في القرية بالأبيض والأسود. كنت أتابع على هذا التلفزيون الساعة 10:00 صباحا، طلاب في المدارس، وأحمد جاء يوم الجمعة من القرية وبات، والصباح يوم السبت المفروض يكون في المدرسة. كنت أداوم يوم السبت لأن هناك أستاذا مصريا أنا أحب مادته لأنها مادة الفنية، وأحب المهارات لأنني أحب الرسم، فأحب المهارات التي أراها منه في الأشياء التي يرسمها بطرائق لم نكن متعودين عليها في المدرسة سابقا. يوم السبت أداوم أدرس تماما، يوم الأحد لا، الساعة 10 صباحا لابد أن أتابع أفلام الكرتون. بعد الساعة 11:00 هناك مسلسل مصري في فنانة أتذكر اسمها نادية سيف النصر أو مثل هذا، فكنت أحرص على مشاهدة هذه الفتاة وهذا المسلسل حرص تام، فلا أغادر يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، 4 أيام للأسبوع أغيب لا أحضر إلى المدرسة. يوم الأربعاء يأتي خالي، أركب في السيارة ونعود إلى القرية، لا مشكلة عندي، أو أجد سيارة لأي شخص آخر أركب معه إلى القرية. ويوم الجمعة أعود ونفس الموضوع، ربما استمريت على هذه الحادثة 3 أسابيع، لا أحد يعلم عني، أسرتي لا تعلم، والدي لا يعلم. فجاء خالي بالصدفة إلى المدرسة، سألهم كيف مستوى أحمد في الدراسة، قالوا أحمد من الطلاب النجباء المميزين، لكن نحن ندعو الله لوالدته بالشفاء وأن يمن عليها. ما بها والدي؟ قالوا يقول أمه مريضة. قال لكم كذا؟ قال نعم. قال يعني متى غاب؟ قال والله غاب الأسبوعين الماضية لأنه تعرض لهذا الظرف، ونأمل أن يمن الله عليها بالشفاء. قال طيب نادوني أحمد. أول ما دخلت إلى إدارة المدرسة وشاهدت خالي أيقنت يعني وعلمت أن الأمر انكشف وأنني أمام واقع جديد وقضية جديدة. حاولت أن أصلح الأمر لكنه لم يصلح على الإطلاق. أخبر خالي الوالدة، ثم أخبر الوالد، ثم ثارت الثائرة. حدث كذلك أمر في تلك السنة كان أيضا من الأمور. توقف لي هنا، رجعت حدث الكارثة، وش كانت العقوبة؟ العقوبة من أبي طبعا هددني بالضرب، الوالد كان الله يشفيه كان قاس في هذه النواحي، يعني لا يحب أن تفرق، يعطي ويمنح كل شيء، مالا دلالا أي ما تريد، لكن لا تخرج عن السياق الذي يرسمه لك. فكان عقاب الوالد يعني قريب من الضرب، لكنه لم يضربني حقيقة. عاقبني بأن سحبوا التلفزيون، كذلك عاقبني بأمور أخرى لكنها مضت. في تلك السنة أيضا وهي سنة مشؤومة، كان لنا أستاذا يعني يريد أن يشتري عجل، فأرشده أحد الأقارب الذين يدرسون معي في نفس المدرسة إلى أن لدينا عجول، قال لدى عائلة أحمد عجول، فأتى الأستاذ وطلب شراء العجل. هذا العجل لي. في 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 القرى هناك عادة لديه حتى يربط الشاب أو الفتى بالمواشي وبالأغنام وبالممتلكات، يقومون بحيل ذكية جدا. لديه ماعز، إذا ولدت هذه الماعز يوزع منها على أبنائه، هذه لفلان وهذه لفلانة وهذه لفلانة، وهكذا يسمونها البخاتة عندنا،
ربما في مناطق أخرى لها مسميات أخرى، هي كالهبة، لكنها تنمي لدى الإبن محبة لهذه القطعان ويظل منتميا إلى قريته وإلى هذه القطعان. أنا كنت محبا لهذا العجل ولا أريد أن أفرط لأنه مدلل، يعني العجل يراني من مكان بعيد، يجري إلي، أعطي أشياء ويتابعني، يسمع صوتي في أي مكان، يأتي إلى المكان الذي أنا فيه. فجاء الأستاذ وكان أيضا بخيل، دفع في 1200 وارتقى إلى 1300، وأنا قلت لا والله ما ينباع بأقل من 1500، وأنا أتمنى أن ينصرف الأستاذ، وفعلا انصرف الأستاذ، لم يشتري العجل وأنا ارتحت. ذهب أستاذي في المدرسة، هو الذي يدرسني مادة الرياضيات، لا أعلم ماذا حدث وحملت هذه المادة، رسبت في هذه المادة عند ذات الأستاذ بعد هذه الحادثة. أخذت دور ثاني لأنه كان ترسب الآن في الصف، اختبارات الفصل الثاني يكون في الصيف في ما يسمى الدور الثاني، تختبر فرصة ثانية، اختبار آخر، تنجح أو تعيد السنة في المرحلة كاملة. ففعلا اختبرت الدور الثاني ورسبني هذا الأستاذ ورسبت في الصف الثالث المتوسط. هذا سبب الإعادة في الصف الثالث المتوسط. هذه الإعادة ستعيدني إلى القرية، لأنني الآن أنا كنت أسبق مدرسة القرية بسنة، عندهم الصف الأول المتوسط أنا في الثاني المتوسط، عندهم الثاني المتوسط أنا في الثالث المتوسط. إعادتي لهذا الثالث المتوسط فتحت الثالث المتوسط في القرية، ثم عدت إلى القرية واستأنفت الدراسة من جديد، وعدت إلى نظام النقلية وإلى نظام القرية الكامل، واستمرت السنة كاملة حتى حصلت على الصف على الشهادة المتوسطة من مدرسة الصحابي عبد الرحمن ابن عوف، ولا أنا غلطان؟ غلطان؟ عبد الرحمن عوف اللي في الديرة عندنا، هوش اللي محمد عبد الرحمن ابن عوف، لا عبد الرحمن عوف عندنا في الديرة، وش اسمه اللي في محافظة؟ أرى الزبير بن عوام؟ لا الزبير هذا الابتدائية، الزبير بن عوام المتوسطة والله ما أدري، الله يسلمك، درست المحافظة. لا لا هو عبد الرحمن بن عوف، لا لا عندنا كثير ابتدائية، ابتدائية متوسطة يا رجل، هذه ما أعرف ممكن بدون ما تسميه. طيب خلاص نتركها إذا، بس الصوت يقولوها، شوف يا سعيد والله بس خليه ينتبه للصوت، لأن الصوت ده بيدخل معانا، شوف شوف المايك ده حساس بياخد كل أصوات الوقت، الأصوات يا سعيد كويس إنه ما جينا في القطعة. طيب استمر، يستمر على الشيخ المدرسة، مدرسة أم حطب خلها مثلا، خلاص إذن عدت إلى القرية في مدرسة أم حطب بعد أن عدت في المرحلة المتوسطة في الصف الثالث المتوسط. بعد ذلك هذا محمد وجاب العشاء، كمل خلينا نكمل، ما عندي خلينا نكمل معلش، انت مأمور هنا ترى يا ابو محمد، ما انت معزز، هنكمل معلش، لازم يقول لك ما يمكن، هنوم هنوم معك هنوم. طيب هنوم اذا عدت الى القريه، في القريه عدت الى نظام النقليه، عدنا الى نظام الذهاب المبكر، كان الوالد في تلك المرحله يعني على وشك التقاعد، على وشك التقاعد من العسكري. في ذات السنة تقاعد الوالد واشترى معدة زراعية نسميها الشيول، جرافة، اشترى هذه الجرافة وكانت لديه في القرية، وكذلك اشترى إبلا وهي يعني من المواشي الجديدة على الوالد في تلك المرحلة. فزادت أعبائي في القرية بوجود هاتين ما في الصوت
يلا مو مشكلة مو مشكلة حنوقفك بتلاقش أنا هو معايا وقت في إسرائيل إذا في صوت دخل مؤثر معاه حيوقفك يشير لنا شو يعني بتلاقش إيه إحنا ممكن نسمعه ودنا هو هاتان القضيتان المستجدتان في أملاك الوالد اللي هو الجرافة والابن زادت من أعباء في القرية أصبح لدي في القرية الآن أعباء إضافية على الدراسة غير أعباء المواشي أو الأغنام التي كانت سابقة أو الأبقار فزادت الأعباء هنا لأن الإبل من عادتها أن تذهب إلى مناطق نائية بعيدة عن القرية ففي كل شهر لابد أن تذهب إلى منطقة مليئة بشجرة الأثل الإبل محبة للملح ولكن بعد فترات طويلة فهي تستمر على الأعلاف والأكل الطبيعي إلى مرحلة معينة ثم لابد أن تكسر هذا الروتين بملوحة شجر الأثل وشجر الأثل يبعد عنا تقريبا 12 كيلومتر فكانت تذهب في الليل ولابد أن أذهب في الصباح على أثرها حتى أجد الإبل وأعيدها في ذات التوقيت وفلت معاناتي مع المواشي ومع الأغنام ومع الإبل ومع كل هذه الكائنات مبكرة جدا منذ المرحلة الابتدائية كنت أتابع الغنم والأرعى به في مناطق وعرة جدا يعني الآن أنظر إلى الأماكن التي كنت أذهب بالأغنام إليها أقول لا أدري كيف كنت أذهب إلى تلك الأماكن كيف لأنه الآن من المستحيل الآن أن أصل إلى تلك الأماكن كنت أذهب إليها كنا أيضا أحيانا نذهب في الليل المظلم في إحدى المرات كانت لدى الوالد ناقة ولدت في منطقة بعيدة عن القرية فانتظرت الوالد حتى يعود وأتيت إليه أبشره أبشره ناقتنا فلان لها اسم طبعا جابت قعود صغير قال ما شاء الله فكيت البيت قلت لا لم أفك البيت قال لا هذه المصيبة كيف تترك ناقة والد في منطقة نائية مع حوار صغير وهي مقيدة لو جاء الذيب لا تستطيع أن تدافع عن هذا المولود فمباشرة بعد صلاة المغرب قال والله لتذهب إليها وتفك البيت جاءت الوالدة غاضبة وكانت تطلب من أبي أن يتراجع عن هذا القرار أنت ما تخاف الله كيف ترسل ولد في هذا العمر إلى هذه المناطق في هذا الليل الأسود ما تخاف الله حاولت تثني عن هذا الأمر لكنه رفض وأصر وأقسم أن أذهب ذهبت بالسيارة إلى مكان يعني أصبحت المسافة إلى الناقة ربما 4 كيلو لكنها مسافة لا تمشي فيها السيارة لابد أن أقطعها على القدم أحمل بندقية ومعي فانوس وليس كشاف كهربائي فانوس على الغاز صعد في طريق وعر يعني بالكاد بعض المناطق بالكاد يتسع لقدم واحدة حتى تعبر هذه الصفة إلى منطقة أخرى وكنت أحمل الفانوس والبندقية وإذا أخبرني الوالد إذا صعدت إلى مكان معين أطلق طلقة البندقية حتى لو في سباع حول الناقة تتفرق وفعلا واستمريت في السير أخشى من الهوام الحيات كذا لكن موضوع الجن لم يكن يقلقني كثيرا لأنني أشعر أن لا وجود لها وأن معظم ما يقال وأنا في تلك السن معظم ما يقال عنها لا يعد يعني خرافات فكنت أسير وأغني وحتى وصلت إلى الناقة حين وصلت إلى الناقة فكيت الجيت وربطت القيد في وسطي أنا إثباتا للأبي أنني فعلا أطلقت الناقة ثم بحثت عن شجرة هذه توصية أيضا من الوالد أن تبحث عن شجرة يابسة وتصب عليها من قاس الفانوس وتوقدها منها تدفئ الناقة ومنها تنفر السباع وهذا ما حدث أوقدت الهشيمة ثم أطلقت
طلقة بالبندقية وعدت إلى سيارتي. في الطريق كأنني أسرفت في الغاز الذي سكبت على الشجرة فانطفأ الفانوس وأنا أسير، فكانت الدنيا ظلاما دامسا لا أرى، لكنني أتحسس وأعرف هذا الطريق لأنني أتيته كثيرا مع الغنم، أعرفه جيدا. حتى عدت إلى سيارتي وعدت إلى المنزل ربما في الساعة 11 أو قرب منتصف الليل. الوالدة لم تنم رحمها الله، كانت صاحية حتى أتيت. عظيم جدا. طيب أنا حابب عشان عبد الله بس مهم عشان نعمل الترابط بتاعنا عشان الوقت، نرجع ناخد أي قصص قصص نقدر نحب ناخدها نحطها في أماكنها نحطها. يعني أنا عايز أتنقل من هنا للمرحلة دي، عايز أدخل مباشرة عند مرحلة النضوج وقت الالتحاق بالعسكرية والمفارقات. السؤال الأخير في أول صفحة. ايوه عشان نقدر نعمل ربط مع بقية الشخصيات مع الأمير ومع هلال، فهمتني؟ لأنه معظم القصص هي على قدر ما هي مشوقة إلا أن إشكاليتها إن ما فيهاش شهود، فهمتني؟ يعني حتى ثلاث بنوت هنا الأخر واحد اللي فوق الثاني بالرغم واللي ما بالآخر ليه؟ بالرغم يعني عندك هناك قصة وصدها ايه بالرغم من برامك. لا هذا سؤال واحد. طب استرسل لنا في زواجك كان قبل العسكرية اعطينا قصة الزواج ها وانت في العمر بالضبط ومباشرة في العسكرية الى اعطينا قصة الدورة كان فيها الفاضل كان فيها اختلاط قبلي كان 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 لا أن تخرج من الدورة. بعد أن أنجزت الثالث المتوسط في القرية بعد عودتي انتقلت إلى أضا مرة أخرى مع مجموعة أيضا من الأصدقاء لأن الثانوية غير موجودة كذلك في القرية، فانتقلت إلى أضا مرة أخرى ودرست المرحلة الثانوية للصف الأول ثانوي. كانت هذه المرحلة إبان الغزو العراقي للكويت عام 1991. في تلك المرحلة 1990 الغزو العراقي الغاشم 91 90 يا أخي 91 مولود أخوك في حرب الخليج 90 91 جايبين الاثنين أنا ساعتها في الجيش. إيه بس إنها 90 بالضبط في المرحلة الثانوية 90 خلنا في 91 أه؟ من 90 دخلنا في 91 سنة جاي في 90. في المرحلة الثانوية درست مع مجموعة أيضا من شباب القرية بنفس الكيفية التي درسنا بها المتوسط، وكانت دراسة الصف الأول ثانوي في العام 1990 مع الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. كنت شابا ناضجا في وقتها و كانت أيضا الدراسة ميسرة، الأمور كانت مختلفة نوعا ما عما كنا عليه في السابق، أصبح لدينا الوعي الكافي لإدراك كل ما يدور حولنا، كذلك الاهتمام بقضية الدراسة والتحصيل والدرجات أيضا كانت أكثر مما كانت عليه سابقا. انتهيت من الصف الأول الثانوي، ثم كعادة أهل القرى عندما يخط شارب الفتى قالوا أصبح فلان رجلا، ومباشرة كلمة رجلا هذه تكون مقدمة لزوجه، فمن عادات القرية لدينا أن يتزوج الشبان في عمر 16-17. هذه العادة كانت متأصلة ومتجذرة لدى الجميع، ويعتبون على من لا يزوج ابنه في هذا السن، ولدك رجال كيف ما تزوجه. والدي إلى الآن يلومني على أنني لم أزوج أبنائي قبل أن يتخرجوا، أنا أقول لا لن أزوجهم حتى يتخرجوا، هو يقول
أنت مخطئ عليه، أنا لم أفعل معك هذا. ففي القرية كانت تدور الأحاديث بين النساء، أحمد يتزوج، زوجوا أحمد، ابحثوا لأحمد عن فتاة، وهكذا. فخالتي أم هلال هي التي بحثت وجاءت إلى أبي وإلى أمي، قالت آل فلان لديهم فتاة مستعدة للزواج، وابنكم ما شاء الله رجال. فأنا كلمت أمها وتقول أن لا مانع لديه. أنا في عمر 17 يعني ما أزال في ذلك الوقت، يعني ما أزال فتاة صغيرة. البنت التي سأتزوجها في عمر 15 تعرف لا تعتبر في معاييرنا الآن، لكن الزواج تم، وتم على حسب الأصول المتبعة في القرية في تلك المرحلة. هذا الكلام عام 1991. تقدم والدي ودفع المهر، ثم جاء الزواج. طريقة الزواج في القرية كانت على امتداد يومين كاملين. اليوم الأول يكون في الوالد الفتاة، نأتي إليه ونقوم بمد الفرش وما يتعلق بها، ثم نأتي بالحطب، ثم نأتي بالذبائح، ونحن نقوم بكل هذه الأمور. نحن نفرش، نحن نأتي بالحطب في السيارات الخاصة، نحن الذين نذبح ونسرق الذبائح ونطبخ العشاء، ثم يقدم. وأنا بنفسي اشتغلت في كل هذه الأمور، وذبحت وسلخت الذبيحة وشاركتهم حتى قدمنا العشاء. بعد ذلك اليوم الثاني، اليوم الثاني يكون غداء، وهذا الغداء تجتمع فيه القبيلة في مكان معروف، ويكون مكان خاص في شجر السدر الضخم يستظلون فيها، ويقومون برمي الأهداف. رمي الأهداف هو أن يضعوا مجموعة من حجر المرو في جبال بعيدة، ويقومون بالتصويب عليها بالبنادق، بنادق معينة تصل إلى هذه المسافات، وتكون مباراة بين فريقين، فريق من هنا وفريق من هنا، وهناك من يعد الإصابات، فريق كذا أصاب كذا وفريق كذا أخطأ كذا، ولا بد أن يشارك الشباب في هذا الأمر. فكنت أشارك أحيانا في هذه التجمعات، وخاصة عندما تكون عريسا فأنت مطلوب دائما أن تقدم تكريما لك في هذه المناسبة. في الليلة الثانية يكون ما يسمى بالخراج. لاحظ الزواج امتد إلى يومين، كل اجتماعات ومناسبات ما عدا الليلة الأخيرة لا، يكون الاجتماع فقط للعريس وأهل العروس، يستقبلونه بعشاء خاص، ونصبوا لي خيمة أنا وزوجتي بجوار والدها، معدة ومؤثثة بكل ما يلزم، أعدوها لنا هناك. ثم كان الخراج، تزوجت وبقيت يعني في الليل مع زوجتي، في النهار لا، هنا في النهار كل يذهب في حياته، لا بد أن تذهب في أشغالك وفي أعمالك. اللي عنده حلال يذهب إلى حلاله، اللي عنده عمل هنا أو هنا يذهب إليه، والعصر والمساء يعني يجلسون الناس في أماكنهم. كنت أود أن أنقل زوجتي إلى منزلي عند الوالد، لأنني في تلك المرحلة بنيت غرفة خاصة للسكنة، لكن البيت الخيمة التي بجوار نسيبي ستكون مؤقتة. فمن أقدار الله أن أحد الأطفال مر بجوار الخيمة من إخوة الفتاة، ثم أشعل فيها النار، وأنا في منزل الوالد رأيت النار من بعيد، وهرعت مسرعا إلى المكان خائفا على الفتاة، على أهلها، على أخيها، وجئت يعني بالكاد أني استطعت أني أسحب أسطوانة الغاز حتى لا تنفجر داخل الخيمة، فسحبتها وهي ساخنة، وكنت يعني أشعر بالفرح.
فروسيه عظيمه امام العروس بانني انقذت بيتهم وانقذت اهلها من هذا الامر. فخرجنا وبعد ذلك اصبح يعني خلاص الطريق متاح امامي انني انتقل انا وعروسي الى منزلنا بجوار الوالد. انتقل هناك بدا الحديث الجديد من عمي والد هلال. كلما صادفته قال اي شاب مثلك الان متوظف، انت عال على ابيك، انت رجل كيف تبقى في هذا الموقف متزوج وابوك يصرف عليك؟ فكان يعني يرمي هذه الكلمات بين فتره واخرى واستمر الحديث. جاء الى الوالد وقال انا ان شاء الله ساسافر الى احنا كذا كذا يريد حتى 27 عند انتقالك.